يمر عيد الميلاد هذا العام على السوريين مكللا بانتصارات الجيش العربي السوري في حلب. احتفالات الميلاد حملت أفراحا متعاظمة بتخليص الشهباء من الإرهاب. ففي محافظة حمص أقامت مطرانية الروم الأرثوذكس بتعاون مع مديريتي السياحة والثقافة أمسية ميلادية في مبنى مسرح دار الثقافة تحت عنوان ميلاد النصر بدأ من حلب، بمشاركة محافظ حمص طلال البرازي والمطران جورج أبو زخمة ورؤساء الكنائس المسيحية بالمدينة وريفها. إن شاء الله عبال ما تتحرر كل بلدنا سوريا ويعم الفرح والسلام ويعم الوئام ويرجع الأمن والأمان لهالبلد. هاي هي صلوات من أجل السلام في سوريا، وهي أيضا كل التقدير والاحترام عبر هذه المناسبات إلى شهداء سوريا وإلى من ضحى من أجل أن تبقى سوريا عزيزة كريمة. وفي طرطوس أحيت جوقة كنيسة قلب يسوع المارونية في بنياس رسالا مؤلفا من مجموعة مختارة من التراتيل لإدخال البهجة والفرح في نفوس الجميع. نتمنى السلام لكل السوريين، كل أبناء الوطن. نطلب من أمير السلام يحل السلام بقلوبنا ببلادنا. تحية خاصة لجيشنا الباسل على جبهات القتال. إن شاء الله منحب بعضنا ونعرف نعيش بشراكة ومحبة مع بعضنا ويعم السلام بسوريا وبكل دول العالم. أما في الحسكة جوقة مار أفرام السرياني أقامت رسالة دينيا ووطنيا في كاتدرائية مار جرجس، وفي ختام الأمسية أنار الحضور بمشاركة جماهيرية من أبناء مدينة الحسكة شجرة عيد الميلاد. هالميلاد المجيد هو بركة وهدية لسوريا مع ولادة السيد المسيح اللي هو ملك السلام. نطلب منه بسلامه يحطه على كل قطعة أرض من سوريا، على شعبنا، على جيشنا، على الكبار وعلى الصغار، لأنه كلياتنا بحاجة لهالسلام. رجاؤنا من سبحانه وتعالى أن يكون عام 2017 عام اطمأنينة، عام أمن وأمان للعالم بأجمع ولبلدنا الحبيب سوريا ولشعب سوريا. إن شاء الله تكون رسالة هذا العام، رسالة هذه الأعياد، رسالة سلام ورسالة محبة ورسالة انتصار إن شاء الله لسوريا وأبناء سوريا. ما يتمناه السوريون جميعا بحلول هذا العيد، عيد السلام والمحبة، هو أن تتكلل الانتصارات التي يحققها رجال الجيش العربي السوري في سوريا من الإرهابيين.